مرحبا بكم من جديد. إذن في حكايتنا بالنسبة ليلة قاعدين نشوفوا شنو اللي صاير في كولشستر بالضبط في إنجلترا. تحديداً سنوات 2014-2015 الزوز ضحايا باش يتم العثور عليهم مقتولين بطعنات بآلة حادة وعينيهم منقوبة الاثنين. الشرطة بعد أشهر من البحث ما وصلت لحتى نتيجة. عام وأكثر الجرائم الأولى صارت في مارس 2014، في ماي 2015 بفضل تليفون جاء للشرطة من عند سيدة كانت تدور في الجنينة اللي صارت فيها الجريمة الأولى، وقفوا وليد صغير عمره 15 سنة. الوليد هذا اللي قاعد تشوف فيه اسمه جيمس فير ويذر. جيمس فير ويذر 15 سنة يقرأ في الليسي، هزوه للمركز باش يبحثوه. بطبيعته لقاوه لابس كواندويت ولابس كابوت وعامل هكا متخبي في وسط الجنينة. خلي على الأقل معناتها نحكيو معاهش شنو يتعدلو فيه، مفيش قاعد يعمل بالضبط باش يبراكي شنو باش يعمل. النقطة الأولى أول ما وصلوا للمركز وصارت عملية التفتيش لقاو عنده سكينة. بون سكينة تنجم تكون باش يعمل بها براكاج باش يعمل. بداو يحكيو معاه على اساس شنو تعمل السكينه عندك وشنو كنت تعمل غادي، وبداو يلزولو بالاسئله. وفجاه جيمس باش يعترف، جيمس باش يقول لي عندي اصوات في راسي، واحد يضحك 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 اصوات ضحك ضحك يضحك يضحك يضحك، يقول يقتلوا هذاك اقتلوا هذاك اقتلوا هذاك اقتلوا. كيفاش اي اي اصوات ما تحبش تقف في راسي وانا متعدي تعديت في الجنينه يا اخي، بديت اصوات واحد يضحك يضحك في راسي يضحك يضحك يقول لي اقتلوا 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 اقتلوا. يا اخي انا كي قتلته بطلت الاصوات. شكون هذا اللي قتلته؟ جيمس اللي تقتل في مارس عام ناول. بهذه الطريقة باش يعترف ولد ال 15 سنة أنه قتل رجل 33 سنة وأنه قتل الطالبة ناهد. كيف كيف أصوات في راسه متاع ضحك اللي تقوله يلزمك تقتل السيد ولا السيدة اللي قدامك، وكي يقتلهم الأصوات تخف حتى لين تعاود ترجع. ودايور كيف لقيتوني في الجنينة خطر الأصوات رجعت لي، وكنت نحضر في روحي باش نقتل ضحية جديدة. العناصر الأمنية مزبهلة وما زالت ماهيش مصدقة هذيك. علاش باش يطلبوا منه باش يقولوا به مثلا بلكشي هذايا؟ تعرف ساعات عند الأولاد الصغار وعند الشباب فما هكا بعض مظاهر البطولة، معناها يحب يقدم روحه عامل حاجة أكبر من عمره، بالتالي أنا عملت كذا. فبش يقولوا له بيه تعرفش كيفاش، خاطر هما في بالهم اللي الخبر تقال في الجرايد، وبالتالي يعرف هو اللي فما واحد اسمه جيمس تقتله. قالوا له بيه كيفاش قتلته؟ هاي ويقوم سيد جيمس هذا هو زاد اسمه جيمس ويجسد لهم العملية بالضبط. شوفوا معايا هالوليد هذي اللي ما يظهر عليه حد شيء، يلبس لونات يظهر هكايا ويقلوا. كيف سيجسد عملية القتل اللي طعن فيها جيمس بو 33 سنة بمئة طعنة؟ شوفوا مليح شنو يعمل. كما تشوفوا بالضبط سيقوم بتجسيد الجريمة اللي قام بها في حق جيمس. لكن
رغم اعترافاته المحامي متاعه باش يصر انه موكله هالوليد الصغير مريض دوبلومون مريض، مش مرض برك انا مزوز. المرض الاول هاكم كنتوا تشوفوا وهو قال لكم، هو هذا انسان عنده اصوات في مخه كما اعترف، فما اصوات في مخه تدعوه الى القيام بذلك. المرض الثاني قال المحامي انه عنده التوحد، مصاب بالتوحد، و بون مش كل واحد راه عنده توحد قالوا له يولي معناتها يقتل في العباد. اي قال لهم مش يولي يقتل في العباد، اما اللي عنده توحد يولي يشدد في حاجه واحده يشد فيها صحيح ويكررها ويعاودها. وموكل جاتوا الحاجه هذيا في موضوع هذيا الاصوات اللي تجي واللي تدفع نحو القتل. حاول هو الحقيقه محامي ايش تحبوا يعمل، حاول بكل الطرق انه يمنع ولده ال 15 سنه هذا، لكن التقارير الطبيه والاراء في المحكمه ستذهب في اتجاه اخر. قد يكون مصاب بالتوحد صحيح، ولكن ذلك لا يمنع من انه كان في كامل مداركه العقليه اثناء ارتكابه لهذه الجرائم. هذا اللي باش توصل له تقريبا الشرطة أو بتوصل له المحكمة. فهل ولد جيمس فيرويذر ليقتل؟ الحقيقة المعطيات المتوفرة تقول أنه ما كانش أبدا عكس الصورة تنجم تكون عنا، ربما تصويرته تعكس أنه طفل عادي، معناها مراهق عادي عاش حياة عادية في عائلته، ما كانش فما مشاكل تذكر، بل أنه ربما كان نوعا ما مدلل. ولكن كان مرتبط بجدته برشا، وصارت له بعض الأحداث في فترة الدراسة. أولا ارتباطه بجدته اللي باش تتوفى من مدة باش يقولوا الأطباء شكل له صدمة، كان عنده ارتباط شديد بجدته، وهذا الارتباط خلى وفاتها تشكل له صدمة. مش فقط هذا، إنما تعرضوا للتنمر المتكرر في المدرسة، حاولوا يفسروا به التحول اللي صار له في حياته. علاش تنمر؟ قالك عنده يسميوه هما وذنيه كأس الاتحاد الإنجليزي تاع الكورة، مسمينه صحابه، معناها عنده وذنين عاملين هكا، مسمينه وذنين الكيس، ها تكوردو، ولا وذنين شو اسمه ذاك الكوميك الفيل دامبو، مسمينه دامبو، مسمينه الكيس، مسمينه، فهمت؟ على اساس انه وذنيه بون. هذه كوش اخرى، موضوع التنمر. ثم الاخطر انه اشهر قبل قيامه بجرائمه تعرض الى ما اعتبروه الاخصائي النفسانيين سيكون تحول جذري في حياته. واحد اذا كان يعاني التنمر وشاف لا ميشانستي متاع البشر، يعني شاف كيفاش الناس نجم تكون شريرة بصفة مجانية. اثنين، افقد اعز الناس ليه واللي هي جدته، واصبح ما عادش عنده معنى للحياة رغم صغر سنه. وثلاثة، وهذه قلت لك الاهم، اللي هو باش يتعرض لبراكاج، وباش يتعرض لبراكاج بسكينة من قبل مجموعة من الأولاد اللي باش يعملوا له براكاج وينحيوا له لفوق الكل. وبذلك يقولوا الأخصائيين وقتها صار له هذا التحول. أحداث صارت في فترة قريبة ياسر من بعضها وراء بعضها، خليته يشوف الدنيا بعين أخرى. فهذا اللي ربما خليه يتحول إلى القاتل اللي ولا. الحقيقة رغم كل هذه التبريرات والتفسيرات والأطباء والمحامين وشنو اللي قالوا، المحكمة لم تقتنع بأنه فما ظروف قاهرة خلات جيمس يعمل اللي عمله، وذك علاش سيحاكم رغم أنه يعتبر مينور 15 سنة، يعتبر قاصر، إلا أنه المحكمة ستسلط عليه أقصى عقوبة في هذا المجال.
وفي 22 أبريل 2016 تحكم المحكمة على جيمس فيرويذر على الجرائم الاثنين اللي عملهم بالسجن لمدة 27 سنة. شكراً على حسن المتابعة. إلى اللقاء.